السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ بنكمل مع بعض النصايح اللي احنا هنكملها لطلبة الثانوية العامة، نصيحة على الماشي. طبعا احنا كنا النصيحة اللي فاتت اتكلمنا على موضوع النت وموضوع الإرادة. النهاردة عندي نصيحة يعني موجهة شوية بالإنجلش بقى، يعني هي مشكلة لمادة الإنجلش. طبعا يمكن من أكتر المواد اللي الطلبة يعني بيشتكوا منها، أنا مش فاهم إنجليزي، انا مش متاسس، انا عندي عقده في الانجليزي. عارف انت اللي بيقعد يكرر كلام سلبي طول السنه؟ طب ماشي، انت بتكرر لمين؟ ما انت اي انت عندك عقده، ماشي فكرت تحلها؟ اه ما انا حاولت والدنيا. فكرت ازاي؟ هي ايه مشكله الانجليش؟ يعني انا هل انت يعني انت انا هشرح لك ستوري مستر، انا بشرح وفاهم انت قلت ايه، ردل في عمل ايه بس ما اعرفش اكتب، مش عارف احفظ يا مستر. هفشحك جرامر واقول لك تعالى يا ابني وشوف القاعده دي وطبق معايا كده، ولو جت في امتحان ركز. طب ما انا فاهمه بس انا ما اعرفش احفظ كلمات. يبقى انت مش عايز تتعب، انت بتاخد الحل السهل. ممكن ده يكون بسبب ان انت مش متاسس، وده خلينا متفقين في ناس كتير في مصر يعني المرحله الابتدائيه ربنا رزقه بمدرس او مدرسه اللي هو ما حببوش في الماده، عامله بطريقه غلط خلاه خارج كاره الماده. دخل على الاعدادي ضعيف بيذاكر الدراسات، يلاقي الحاجه اللي ذاكرها هي اللي بتجيله في الامتحان الانجليش، الحاجه اللي بيذاكرها مش هي الامتحان، هو مش متاسس فاضطر ان هو يكمل باسلوب ضعيف ماشي وكده خلاص. انا عايز اقول لك ان الانجليش من اسهل المواد اللي انت ممكن تتحسن فيها. مستر هو ده كلام انشا؟ لا مش كلام انشا يا ريس، ما انت خد يعني امثله، احنا خدنا الكلام ده وجدنا امثله كتير واشتغلنا كتير. هي الفكره باختصار انت بتتعامل مع الانجليزي ماده دراسيه. يعني يا مستر انا باخد درس يوم الثلاث، فانا خدت حصه النهارده والمستر قال في واجب وفي تسميع، باجي يوم الاثنين بالليل الثلاث الصبح هحفظ بقى عشان المستر وهعمل واجب عشان المستر. ما انت مش متأسس، الكلام ده موجه للناس الضعيفه يعني الشاطرين ليهم نصايحهم وليهم وهنتكلم معاهم ويراجعوا ازاي، انما انا النهارده بدي نصيحه على الماشي كده للناس اللي بتشتكي الانجليزي صعب. انا عايز اقول لك عن تجربه، الانجليزي ولا صعب ولا حاجه. جرب تنزل تروح اي منطقه اثريه، هتستغرب تلاقي عيال صغيره كده، هل دي لابسين جلابيات ولا بيتعاملوا مع السياح بيأجروا لهم في الحصينه او بيبيعوا لهم، ولا بيروحوا مدرسة ولا بيذاكروا، وأول ما الاقي الأجنبي جاي واتس يور نيم، دو يو ونت تو رايد ا هورس، دو يو ونت هاو ماتش، ده ازاي ده هو ده ما بيذاكرش؟ هو ده اللي احنا بنتكلم عليه بقى. الإنجليزي مش مادة دراسية، دي لغة. اللغة بتيجي بالتكرار. أنا لو أنا كل يوم بقول نفس الكلمتين أو كل ده ما بكرر يبقى أنا أكيد هحفظ الكلام ده. فده يعرفك إن أنت بتذاكر غلط. أنت عايز تذاكر مرة في الأسبوع ساعتين ساعة أحفظ عشان الدرس، عمرك ما هتحسن. باختصار تعالى يا ريس النهارده خد كلمات حفظ، بدل ما احفظ 30 كلمه في الاسبوع احفظ 5 كلمات في اليوم. مستر انت جاي تهزر 5 كلمات في يوم وانا ثانويه عامه؟ اه ايه المشكله؟ بس احفظهم. احفظ يونت 1 فيها كلمه ايه؟ اه ديستريكت، فيها كلمه مثلا جرادويت يتخرج، وانت وحاول تنطق الكلمه، حاول تكتب جمله عليها. طب مستر ما انا هنساهم؟ لا دول 5 كلمات بس مستر هحفظهم. طب تعالى بكره بالليل كل يوم قبل ما تنام بقى احفظ ال5 جداد بس راجع ال5 القدام. ايه ده جرادويت يتخرج طب تعالى تالت يوم احفظ 5 وراجع. هتلاقي نفسك كل يوم جرادويت يتخرج، كل يوم ديستريكت، كل يوم كلمه مش عارف بايونير رائد. ايه ده انا حافظ الكلمات دي، انا حفظته. هتلاقي نفسك على بعد 4 ايام انت ما تقول مستر مش بايونير يعني رائد وجراد. مهما كان مستواك انت بتعمل ايه؟ انت بتكرر الحاجه، فخلاص انت بتحفظها كل يوم قبل ما انام ربع ساعه بحفظ بعيد اللي انا حفظته. والله شايف نفسك مستواك اعلى هتحفظ 10 كلمات في اليوم، وتاني يوم قبل ما قبل يعني انت طول اليوم ذاكر عادي. بس لو انت ضعيف في الانجليش وعايز تحسن نفسك، انت الطريقه الوحيده عايز تبقى كويس التكرار. مهما اشرح لك في جرامر ومهما فهمك في ستوري، ادام انت لغتك ضعيفه مش حافظ كلمات هتيجي في الامتحان مش هتعرف تكتب. فالحل الوحيد ان انا احفظ كلمات. خدها مبدا، انا من 1/4 ل1/6 ادي شهرين، لو انا حفظت لي كل يوم 10 كلمات بس ما نامش الا محفظهم، ده انا دخلت في 600 كلمه في اخر شهرين، خلاص انتهت الدنيا. 600 كلمه قول منهج، قول كلمات ترجمه بعيد بقى. فهي المشكله في التكرار، ما تنساش. فدايما نقول للطالب عايز تبقى يعني كويس في الانجليش غير طريقه مذاكرتك. ازاي يا مستر؟ حاول تخلي حفظ الكلمات اخر حاجه قبل ما تنام، شوف مستواك تمشي 10 كلمات 15 كلمة 5 كلمات، ابدأ اول اسبوع لو انت ما يعني ضعيف ما بتعرفش اسمك 5 كلمات 10 كلمات 15 كلمة، عايز تزود 20 خلاص مفيش مشاكل، بس هاجي تاني يوم
قبل ما ابدا العشرة الجداد هراجع على العشرة الكلمات القديمه، هلاقي نفسي حافظ ما عدا كلمه كلمتين هراجع عليهم قوي. تالت يوم هراجع، يوم الجمعه مش هحفظ جديد، هجيب طول الاسبوع واقرا. وانت بتحفظ الكلمه، لو انا فضلت قاعد ساعه بقول كلمه بايونير يعني رائد، عمرها ما هتثبت في دماغي. انما لما اجي اقول مثلا ده دكتور زويل was a pioneer in science، الراجل ده كان رائد في العلوم. مثلا كلمه زي كلمه graduate يتخرج، my father والدي graduated تخرج from Cairo University. ايه ده مستر، ده انت عملت جمله يعني كتبت جمله، ده انت تقول والدي my father graduated اتخرج from، مفيش حاجه انت بتكتب. يبقى انت بتحفظ كلمات وبتحسن نفسك في الباراجراف وبتحسن نفسك في الترانسليشن، انت بتعمل لنفسك لغه. وهتفوجئ بعد كده ان الانجليزي اهيف ماده تتحسن فيها، ادام مارست اللغه وعرفت كل شويه هتلاقي نفسك. الموضوع سهل قوي، وزي ما قلت لك امثله نماذج كتيره، ممكن اديك امثله كتير جدا كانوا نفس الموضوع. انا هضرب مثال في الاخر، يمكن صاحبه المثال ده تسمع الفيديو ده وتبقى تفتكر وتعرف نفسها. انا في ثانويه عامه مره جت طالبه من السعوديه في ثانيه ثانوي، اخر ثانيه ثانوي عندهم في السعوديه، ما كانتش عايشه في المدينه في قريه، ومع يعني حته كده صحراويه، ومفيش تعليم في انجليزي هناك، ومفيش تعليم بنات قوي، فطول عمرها عايشه، فجايه داخله ثالثه ثانوي ما بتعرفش الحروف. لو قلت لها ان هي بتاخد از، تقول لك يعني ايه هي اصلا؟ فطبعا يعني اصحابها هي ايه ده، انت داخله ثانويه عامه ازاي؟ فجت في الاجازه واهلها طب هنتاسس هنعمل، اوريك الاصرار والرغبه. شوف واحده في داخله ثالثه ثانوي ما تعرفش هي وشي، كل يوم بتديها معلومه، تسمع تسجل، انا هكتب هي، طب شي عامله كشكول، طب انا هحفظ فيه، طب تلون كده وتكتب الكلمات واللي انت بتحفظه لها. طب انا بدات اول اسبوع في الدراسه بحفظ بالخمس كلمات كل يوم، كل يوم جمعه اجيب من الاول. على اخر ثالثه ثانوي كانت من اشطر الناس اللي عندي موجوده فيه، حتى اصحابها مستغربين، تسال سؤال ترفع ايديها، ما كانتش عارفه حاجه، تكرار عماله تعيد وتزيد، وعندها رغبه وعندها اراده. مش عايز اقول لك ان في الاخر ربنا كرمها ودخل تربيه انجليزي، يعني كانت مفاجاه لينا، ودلوقتي بتحضر، هي مدرسه انجليش دلوقتي بتحضر ماجستير في انجليزي. والله العظيم الكلام، والله العظيم الكلام ده حصل، ويمكن هي تسمع الفيديو وتعرف نفسها طبعا. والواحد فخور بالكلام ده، وممكن يعني عارف انت بتفتخر، عارف تفتخر ليه؟ لما تشوف ان الدنيا ازاي الانسان بيقدر يغير كل حاجه، وازاي تقعد تسمع واحد يفضل 3 4 سنين انا ضعيف، انا مؤسس، اصل انا ما حدش اسسني، اصل انا بكره الانجليزي، شوف ده بيعمل ايه؟ وبين واحد جاي ما يعرفش الحروف، او واحده جايه مش عارفه، بس عندها الاراده ان هي هعمل حاجه. هو ده الفرق دايما في حياه الانسان، مش في الانجليزي بس، في كل حاجه عندك اراده هتعمل حاجه. فنماذج كتير قدامك عدت عليك، طلبه قعدت تعيد وتزيد في نفس الكلام، وانا هعمل، وانا اصلا ضعيفه، اصلا هعمل ايه، وعلى الفيس حد يقول لي الحل السحري، طب خش اتفرج على فيديوهات مش عارف مين، والله وعمال يضحك على نفسه. وبين حد جاي انا عايز ابقى كويس، هعمل ايه؟ طب في فاضل شهرين هجيب درجه كويسه، بس انا هسمع كل كلمه واشتغل. وشوف في الاخر وصلت بقت يعني مدرسه انجلش وبتعمل ماجستير في اللغه الانجليزيه، اللي كان لغايه ثالثه ثانوي الانجليزي عندها اصلا مش عارفه اي حاجه. فالقصه بتاعتنا النهارده او النصيحه بتاعتنا النهارده، يا ابني ما فيش حاجه اسمها صعب، الانجليزي ماده من المواد اللي انت عايزه تكرار. ازاي نعمل طرق لتكرار الانجليش؟ هنحاول في النصيحه الجايه ان شاء الله نقول اسهل الطرق، اسهل حاجات توصلك ان انت ان شاء الله يا جماعه في الانجليش تبقى كويس جدا جدا، وان شاء الله ربنا يكرمك. اسمع الكلام ده، الكلام ده موجه للناس الضعيفه، فخليك معانا. والناس الشاطره هنعمل لهم نصيحه، بس هنقول في اول فيديو للناس الشاطره عشان هو يقدر ان هو يتابع الكلام ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.